الناشر عليه. كان في يقتلوا فيل بلا ما حدا يعرف، بس ما قدرت. خلص ما تزعل، رح طب. لو ما اجي لهون وفش خلقي ما بعرف شو كان صار فيه. يعني فشيت خلقك خلص؟ لا، مع اني كنت عم بتخيل انا عم اوصل له، كان لازم اخلص منه وارتاح. انت كنت واثق انه ما رح اقتله؟ بصراحة بعرف هالشغلة مش شغلتك ابدا. ما كان بدي اقتله. كنت منيشان لتصيبه براسه وما بدك تقتله. كان بدي اخلص منه، ما فكرت اذا بده يموت ولا لا. غريب انت كيف صاير بتناقض حالك بالحكي. يا خيي انا ضايع، انت شو فرقة معك؟ روق وركز معي. فيك تقوصه بغير طريقة. في خطة براسي بتخليك تنتقم منه انت وقاعد وعم تتفرج ومبسوط. إذا قبلت فيها وأنا مأكد إنه رح تزبط، إف جهنمية. شو هي الخطة الجهنمية؟ عبله عم شارف فتحت لقيته قدام البيت. مين ما كان يكون اجوا بوقتهم. الراد فاضي هيك شكلها مفتوحه هالعلبه بس مليانه. حتى الجبنه مفتوحه. قديش اللي مشتهي اكل جبنه. انا كمان. الحمد لله الحمد لله.